الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا كان يوم الفطر، لأن النبي قال للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. الصيام انتهى بقي الأجر، الأعباء انتهت، القيام انتهى، ترك الطعام والشراب انتهى، ترك البعال انتهى، بقي الأجر والثواب والرقي عند الله. لذلك للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة في أفواه الطرق فنادوا: يا معشر المسلمين، اغدوا إلى رب كريم رحيم يمن بالخير ويثيب على الجزيل. أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين، قد غفر الله لكم ذنوبكم كلها. ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. يعني أنت برمضان أتيح لك أن تفتح مع الله صفحة جديدة، أن تعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. بس بقى البطولة، بإمكانك أن تصل إلى قمة لكن البطولة أن تبقى فيها، بإمكانك أن تحقق إنجازاً في رمضان لكن البطولة أن تحافظ على هذا الإنجاز، بإمكانك أن تصوم رمضان ولكن البطولة أن تصوم جوارحك بعد رمضان عن كل معصية، بإمكانك أن تصلي الفجر في جماعة في رمضان ولكن البطولة أن تحافظ على صلاة الجماعة بعد رمضان، بإمكانك أن تكون حازماً في غض بصرك في رمضان ولكن البطولة أن تحافظ على غض البصر بعد رمضان، ليكون رمضان قفزة نوعية مستمرة، قفزة نوعية مستمرة، لا أن يكون رمضان قفزة ثم عودة ثم قفزة ثم عودة. يكون حال هذا الإنسان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا، مكانك تحمدي أو تستريحي، تألق ثم انتكس، تألق ثم انتكس. ليس هذا هو الصيام الذي أراده الله عز وجل. أراد الله من الصائم أن يقفز قفزات نوعية متتابعة متنامية متعالية، أن يتابع الترقي لا يدافع التدني. فغدا إن شاء الله هو يوم الجائزة. إنسان صلى صام 30 يوما وقام 30 ليلة وضبط لسانه 30 يوم وضبط جوارحه 30 يوم، ما عليه إلا أنه كما ذاق طعم القرب في رمضان أن يكون هذا القرب منسحباً على كل أشهر العام. ذكرت في أول خطبة قبل رمضان بيومين إذاعية أن الله حينما اصطفى رمضان من بين شهور العام ما أراده شهراً للعبادة وحده، بل أراد أن ينسحب هذا الصفاء على كل أشهر العام. وحينما اصطفى بيته الحرام أراد أن يكون هذا الصفاء في كل مكان، رمضان لكل زمان والبيت الحرام لكل مكان. ولما اصطفى النبي العدنان أراد هذا الاصطفاء أن ينتفع به كل إنسان، ففي شهر اصطفي وفي مكان اصطفي وفي إنسان اصطفي، فالشهر ليعمم على كل الشهور والمكان ليعمم على كل الأمكنة، والنبي الكريم اصطفي ليكون نموذجاً لكل البشر. فالذي يصوم وينتكس
مثله كمثل ناقة عقلها أهلها لا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النار، وأن يتقبل صلاتنا وصيامنا وأعمالنا جميعا، وأن نكون عند حسن ظن الله بنا، وأن نزداد تمسكا بالحق والتفافا حول أهل الحق، وأن نتعاون كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في لقطة لطيفة جدا عن أحد أصحاب رسول الله قال: كان لي حلة ثوب يبدو أنه جديد، فقال عمر: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة للوفد وليوم العيد. شوف المؤمن يجب أن يكون له حلة جديدة يلبسها في لقاء مهم، في عقد قران، في مناسبة، إنه الإنسان مؤمن كرامة مكانته مكان للمسلمين، هو سفير المسلمين. فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة للوفد إذا التقيت بالوفود وليوم العيد. ففهم أنه العيد من لوازمه أن تلبسها الجديد، أن تعتني عناية زائدة بهندامك أنت وأهلك وأولادك، فهذا من علامات البهجة في العيد لبس الجديد. والمؤمن بالعيد يعني مكلف أن يكون أكثر سخاء على أهله من بقية الأيام، أنه يوم أكل وشرب وجديد ومرح. المناسب الشيء المناسب إذا في أضغان، في أحقاد، في خصومات، هذه كلها ينبغي أن تجمد. والعيد يوم العمل الطيب، يوم صلة الرحم، يوم البر والإحسان، يوم جبر الخواطر، يوم المسح على رأس اليتيم. فهذا العيد عيد طاعة، المسلمون أعيادهم طاعات وبر وإحسان، وبعض غير المسلمين أعيادهم أعياد فسق وفجور وعصيان. كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، وكان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ليلتقي مع أكبر عدد ممكن من المؤمنين، وكان إذا كان يوم العيد خالف الطريق، ذهب من طريق وعاد من طريق آخر. نعم. وكان لا يؤذن له في العيدين، صلاة العيد بلا أذان. نعم. والسنة أن تأكلوا شيئا قبل صلاة العيد، يعني حتى خالف الصيام أن تأتوا إلى الجامع إلى المسجد وقد أكلتم شيئا ولو تمرة، هذه من السنة. والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة الكرام، أين العيد في القرآن؟ قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذه تكبيرات العيد، ولتكبروا الله على ما هداكم. الأعياد في الإسلام تأتي عقب عبادات كبرى، والفرح الحقيقي في العيد هو فرح بالهداية، فرح بالصلح مع الله، فرح بالإنابة إليه، فرح بالتوبة له، فرح بالسعادة بقربه. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. بالمناسبة، الله عز وجل يحارب آكل الربا في القرآن الكريم، وفي الحديث القدسي يحارب من عادى له ولياً، حربان معلنتان من الله على نموذجين: الأول من أكل الربا أو أوكله، بمعنى
أنه سبب تجمع الأموال بأيد قليلة وحرم منها الكثرة الكثيرة فدمر الأمة. ماذا يقابل الفروق الكبيرة جداً بين الدخول؟ الدعارة، الاحتيال، السرقة، القتل، دمار الأسر. لذلك الله عز وجل أعلن الحرب على نموذجين، على من تعامل بالربا وعلى من عاد له ولياً. من عاد لي ولياً فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه. الآن دققوا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي أعزته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذاً أنت حينما تقوم بالنوافل يحبك الله عز وجل، فإذا أحبك الله عز وجل كان الله سمعك وبصرك وكل حركاتك وسكناتك وفق منهج الله. لكن أكبر ثمن أن تكون مستجاب الدعوة. لذلك عقب آيات الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أهم موضوعات العيد صلة الأرحام. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل دعوته وفي مطلع نبوته إلى صلة الأرحام. فعن أبي أمامة قال: عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: من أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. أول كلمة قالها النبي الكريم: أرسلني بصلة الأرحام. ونحن في العيد، والعيد مناسبة أولى لصلة الأرحام. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أوصاني خليلي بصلة الرحم وإن أدبرت. لذلك قالوا: صلة الأرحام أمارة، أي دليل على الإيمان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ربط هذه الصلة بالإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذه الصلة عبادة جليلة. هناك عبادات شعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة، وهناك عبادات تعاملية. هذه الصلة عبادة جليلة من أخص العبادات. يقول بعض العلماء: ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجراً من خطوة إلى ذي رحم. ما من خطوة بعد الفريضة إلى أداء الصلاة في المسجد أو إلى حج بيت الله الحرام، ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجراً من خطوة إلى ذي رحم.
ثواب هذه الصلة معجل في الدنيا ونعيم في الآخرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم. والقائم بهذه الصلة موعود بالجنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في إحدى خطبه: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط، متصدق، موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. والله عز وجل قال: وآتِ ذا القربى حقه، له حق عليك، آتِ فعل أمر، وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قدم الله القرابة على المساكين وأبناء السبيل. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، لا تقبل زكاة مسلم وفي أقربائه محاويج. الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ أيها الإخوة الكرام، لذلك أول من يعطى الصدقة هم الأقربون من ذوي المسكنة. فعن أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: دققوا، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يعني حديقة في ماء يدخلها عليه الصلاة والسلام ويشرب من مائها كثيراً. فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخن، ذلك مال رابح، هذا هو الربح الحقيقي الذي تنفقه لا الذي تدخره، الربح الحقيقي الذي تنفقه. وزع شاةً لم يبق إلا كتفها، قلقت السيدة عائشة قالت: لم يبق إلا كتفها، قال: بل بقيت كلها إلا كتفها. سيدنا عمر أمسك تفاحة قال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. قال: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، الآن دققوا، وأرى أن تجعلها في الأقربين. أحب أمواله إليه قدمها لرسول الله، قال: أرى أن تجعلها في الأقربين؟ قال: أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ماذا تعني كلمة أرحام؟ قال: أولاً رحم الدين، أخوك في الله من أرحامك، هذا معنى جديد، أخوك في الله المؤمن ولو لم يكن قريباً لك، لو كان من بلد آخر، لو كان من جنسية أخرى، لكان يتكلم لغة أخرى، هو من أرحامك. رحم الدين تشمل جميع المسلمين، نعم. لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله الأخوة الإيمانية لجميع المسلمين. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض
وتقطعوا أرحامكم. الرحم الثانية رحم القرابة البعيدة والقريبة من جهة الأبوين، أوسع تعريف، الأقرباء الأباعد والأقرباء الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. أيها الإخوة، ماذا تعني صلة الرحم؟ هناك من يتفضل على قريبه الفقير بأن يطل عليه في العام مرة في العيد ويتمنى ألا يجده في البيت، يضع له بطاقة وانتهى الأمر. هذا أسوأ معنى لصلة الرحم. أولاً، يجب صلة الرحم بملازمة المؤمنين، ما دام من معاني صلة الرحم أن أهل الإيمان رحم، ملازمة المؤمنين ومحبة المؤمنين ونصرة المؤمنين والنصيحة للمؤمنين وترك أذية المؤمنين والعدل بين المؤمنين والإنصاف في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المريض ومواساة فقرائهم ونصرة مظلوميهم وحقوق موتاهم من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم. هذه كلها حقوق تدخل في صلة الأرحام. المؤمن من أرحامك. أما الرحم الخاصة تكون الصلة بزيارتهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم والإهداء إليهم والتصدق على فقيرهم والتلطف مع وجيههم وغنيهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتكون الصلة باستضافتهم وحسن استقبالهم وإعزازهم ومشاركتهم في أفراحهم ومواساتهم في أتراحهم. هذه بنود صلة الرحم مع الأقارب. وتكون الصلة أيضاً بالدعاء للأرحام وسلامة الصدر لهم والحرص على نصحهم ودعوتهم للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإصلاح ذات البين إذا فسدت. هذا كله من صلة الرحم. وتكون ببشاشة عند اللقاء ولين في المعاملة وطيب في القول وطلاقة في الوجه وزيارات وصلات وإحسان إلى المحتاج وبذل للمعروف ونصح والنصح لهم ومساندة مكروبهم وعيادة مريضهم والصفح عن عثراتهم وترك مضرتهم. والمعنى الجامع لكل ذلك إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. من أجل العبادات بعد أداء الفرائض هذه الصلة. هذه تمتن العلاقات، تجعل المجتمع وحدة متماسكة، بل إن الضمان الاجتماعي جعله الله على أساس القرابة. طبعاً الأقارب يختلفون في أحوالهم وطباعهم ومنازلهم، منهم من يرضى بالقليل فتكفيه الزيارة السنوية والمكالمة الهاتفية، منهم من يرضى بطلاقة الوجه والصلة بالقول، منهم من يعفو عن حقه كاملاً ويلتمس المعاذير لأرحامه، منهم من لا يرضى إلا بالزيارة المستمرة والاهتمام الدائم. فمعاملاتهم بهذا المقتضى تعين على حسن الصلة بهم. كل قريب له طبع. بشكل مختصر، تبدأ صلة الأرحام بنوع من الاتصال، الاتصال الهاتفي نوع من الصلة، أو البريدي، أو كتابة رسالة، والآن في رسالة على الهاتف. نعم،
ثم الزيارة، دقق الآن، ثم تفقد الأحوال المعيشية. الآن في قوي وضعيف، في قريب قوي وقريب ضعيف، قريب غني وقريب فقير. الأقوى والأغنى مهمته بعد الزيارة تفقد الأحوال المعيشية والاجتماعية، ثم المساعدة بألطف أسلوب. والله أخ حدثني من هذا المسجد، سمع بعض الخطب عن الأرحام والصلة، له قريب لا يعرفه، سأل عن بيته زاره، هذا القريب شهم، طبعاً وضع له بطاقة، لم يلتقي به، وضع له بطاقة، اتصل به، سأله عن بيته فزاره. القريب ميسور، الزائر كان فقير، ساكن ببيت تحت الأرض شمالي، عنده 5 أولاد، هذا بيتك؟ ابحث عن بيت، أمن له بيت خلال شهر، رابع طابق، والله أقسم بالله هذا الأخ أنه والزار قريبه بس تنفيذ لوصية رسول الله فقط. القريب شهم، لما زاره في بيته قال له هذا البيت لا يصلح لأولادك، بحث عن بيت خلال شهرين وأمن له ثمنه. إذاً تفقد الأحوال المعيشية والاجتماعية، ثم المساعدة بألطف أسلوب، ثم الأخذ بيد القريب وأهله إلى الله وحملهم على طاعته والتقرب إليه، وهذا تاج تتوج به هذه الصلة، وعندئذ تكون هذه الصلة قد حققت هدفها الأكبر. أن تتفقد أحوالهم المعيشية، الاجتماعية، التربوية، العلمية، ابن يحتاج لقصد جامعة، ابن ذكي متفوق، ثم تنفذ هذه الحاجات، ثم تأخذ بيدهم إلى الله. والله أعرف أخ طرق باب أخته، سمع شجار بينها وبين زوجها، على مبلغ من المال طلبته منه من أجل كسوة بناته، الزوج دخله محدود رفض، رفع صوته عليها، رفعت صوتها عليه، فلما دخل سأل ما القضية؟ قضية 300 ليرة بالشهر، قصة قديمة من 20 سنة، قال لها هذه مني يا أختي، أرسل لها كل شهر 300 ليرة تغطية نفقات البنات. قال لي بعد 6 شهور طلبت مني درس أسبوعي، قال لي أنا ما لي داعية، صرت أحضر حالي آية قرآنية وحديث وقصة وحكم فقهي، جمعت بناتها، بنات أخواتها، يعني هالأقارب من يجوز أن يجلس معهم. قال لي أول بنت تحجبت، الثانية تحجبت، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وتزوجوا كلياتهم. هذه صلة الرحم، يجب أن تزور قريبك، تتفقد أحواله، تعاونه مالياً، تربوياً، دينياً، علمياً. لذلك اسمعوا هذا القول، أول آية بأول سورة بأول شيء بالقرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، هذا أول وحي نزل على النبي الكريم، رجع بها النبي يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا، لم يأتي بعد القرآن، لم يقل الحديث الشريف، أول عهدها برسول الله، قالت كلا لا تخف، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الفطرة، إنسان يصل رحمه، يطعم الجائع، يطعم الضعيف، يعين القريب، هذا الإنسان لا يخزيه الله أبدا. الله عز وجل وعد أنه من وصل رحمه يصله، ومن قطع رحمه يقطعه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم، هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم. أما ترضين أيتها الرحم، يعني أيتها القرابة، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: هو لك. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم في الأرض، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وفي حديث آخر في صحيح مسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. صلة الرحم أيها الإخوة محبة للأهل، بسط في الرزق، بركة في العمر. يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسأة في الأثر. تطيل العمر بمعنى إطالة مضمون، يزداد هذا العمر غنى بالعمل الصالح. وفي حديث في صحيح البخاري: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره فليصل رحمه. أيها الإخوة، صلة الرحم علامة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء. لهذا قيل: من لم يصلح لأهله لم يصلح لك. إياك أن تشارك إنسان عاق لوالديه، لو كان فيه خير لكان الخير لوالديه. إياك أن تشارك من كان قاطعاً للرحم. من لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك، يقدم عليها أولو التذكرة وأصحاب البصيرة. الآن هذه الصلة مدعاة لرفعة الواصل، وسبب للذكر الجميل، وموجبة لشيوع المحبة. صلة الرحم تقوي المودة، تزيد المحبة، تتوسق عرى القرابة، تزول بها العداوة والشحناء، فيها التعارف والتواصل والشعور بالسعادة. أيها الإخوة، بلغ من صلة الرحم مبلغاً عظيماً ضرب به المثل على مر التاريخ، فقد ما سمعت الدنيا بأوصل منه صلى الله عليه وسلم. قام على قرابته، أبناء عمه وأقاربه، أخرجوه من مكة، طاردوه، شتموه، آذوه، حاربوه في المعارك، نازلوه في الميدان، قاموا بحرب عسكرية وإعلامية واقتصادية ضده، فلما انتصر دخل مكة، وقفت له الأعلام مكبرة، عشرة آلاف سيف متوهجة تنتظر أمراً منه، وشأن الفاتحين أن يبيدوا أعداءهم. فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا أروع مثل يضربه إنسان لعشرين عام عانى ما عانى من قريش، حروب وقتل وسفك دماء وتعذيب وإهانة، فلما ملكهم وانتصر عليهم عفى عنهم. له ابن عم اللهم صل عليه اسمه أبو سفيان ابن الحارث، غير أبو سفيان الأول، فيسمع بالانتصار وقد آذى النبي إيذاءً وشتمه وقاتله، فيأخذ هذا الرجل أطفاله ويخرج من مكة، فيلقاه علي بن أبي طالب، يقول: يا أبا سفيان إلى أين تذهب؟ قال: أذهب بأطفالي إلى الصحراء فأموت جوعاً وعرياً، والله إن ظفر بي محمد ليقطعني بالسيف إرباً إرباً. يقول علي وهو يعرف رسول الله:
أخطأت يا أبا سفيان؟ إن رسول الله أوصل الناس وأبر الناس وأكرم الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة، وقل له كما قال إخوة يوسف: لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هو موقن بالقتل، يأتي بأطفاله ويقف على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا. لخاطئين، فيبكي عليه الصلاة والسلام وينسى تلك الأيام وتلك الأعمال وتلك الصحف السوداء، يقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هلا أبو سفيان ابن حرب ماذا يقول عن رسول الله؟ يقول: يا ابن أخي، ما أوصلك وما أرحمك وما أحكمك وما أعقلك. أيها الإخوة، الموضوع طويل، بس أعتقد العيد أفضل مناسبة لتفقد الأقارب وزيارتهم ومساعدتهم وإكرامهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعفائكم. هذا الضعيف إذا أطعمته إن كان جائعاً، كسوته إن كان عارياً، علمته إن كان جاهلاً، آويته إن كان مشرداً، زوجته إن كان أعزباً، أنصفته إن كان مظلوماً، هذا الضعيف تنصر به على أعدائك. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فكيف إذا كان هذا الضعيف قريباً من أقربائك؟ والله في دعاوى بقصر العدل: من أم لا تجد ما تأكل على ابنها الغني كي يطعمها. أيها الإخوة الكرام، الآن قصة أخرى. تأتيه أخته من الرضاعة وقد ابتعدت عنه عقوداً عديدة، فتأتيه وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه أيضاً. رضعت من حليمة السعدية معه، فلما جاءته الرسالة وصار بأعلى مقام سمعت به: والله ذا رضع معي، فأنا أخته. وتسمع به وهي في بادية بني سعد في الطائف بانتصاره، فتأتي لتسلم على أخيها من الرضاع، هذا أخوها، وهو تحت سدرة عليه الصلاة والسلام، والناس بسيوفهم بين يديه وهو يوزع الغنائم بين العرب. فتستأذن، يقول لها الصحابة: من أنت؟ تقول: أنا أخت رسول الله، أنا أخته. استغربوا هني: أنا الشيماء بنت الحارس، أرضعتني أنا وإياه حليمة السعدية. فيخبرون النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر القربة وصلة الرحم ويقوم لها. ترك أصحابه وقام ليستقبلها ليلقاها في الطريق، يرحب بها ترحيب الأخ لأخته بعد طول غياب وبعد الوحشة والغربة، ويأتي ويجلسها مكانه ويظللها بالشمس، من الشمس هو نفسه. تصوروا أيها الإخوة، رسول البشرية، معلم الإنسانية، مزعزع كيان الوثنية، يضلل عجوزاً هي أخته من الرضاعة من حليم السعدية، يترك الناس وشؤون الناس، يقبل عليها ويسألها: يا أختاه كيف حالكم؟ يا أختاه اختاري الحياة عندي أو تريدين أهلك؟ تقول: أريد أهلي. فيمتعها بالمال ويعطيها 100 ناقة ليعلم الناس معنى الصلة. يا سيدي يا رسول الله، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك، يا سيدي يا رسول الله، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ،
يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنأت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع، فعشت واحداً بين الجميع. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. أيها الإخوة، أسباب قطيعة الرحم: أولاً، جهل بعواقب القطيعة، وجهل بفضائل الصلة. الإنسان عدو ما يجهل. إن معرفة ثمرة الأشياء وعواقبها أكبر باعث على صلة الرحم. أيها الإخوة، ضعف التقوى. بعض الناس صار غنياً وصار بمنصب رفيع يخجل من أهله. يعني مرة رجل منعم عنده أبوه متقدم في السن، قال لهم يعمل عندنا، يعمل عندنا، استحى بأبيه. الانقطاع الطويل عن الزيارة يؤدي إلى الوحشة، هذا سبب. العتاب الشديد، إذا زار أهله بيعاتبهم عتاب لا يحتمل، بيكرهوه. لذلك تحمل عتابهم وحملهم على أحسن المحامل من أسباب صلة الرحم. التكلف الزائد، حينما تقيم وليمة فوق طاقتك تكره بقى زيارة الرحم؟ لا، قدم اللي عندك. أمرنا أن نجود بالموجود. بتكلف نفسك فوق طاقتك تكره الزيارة، وبيكلف نفسه كثير بتخاف إذا يجي لعندك ما تتحمل ضيفه. أيها الإخوة، أيام بيزور واحد رحمه ما بيهتم فيه، هيك بثياب متبذلة، كيفك؟ شو بيعطوك معاش بالشهر؟ هيك بيسألوا بترفع، ما بقى يزوره طبعاً. إذا ما احترمته وقفت له رحبت فيه أكرمته نور البيت أهلا وسهلا اشتقنا لك، ففي زيارة جافة. والغني البخيل يكرهه الرحم، وهو يكرهه عبء عليه، يخاف يطلب منه. أيها الإخوة الكرام، يعني هناك أسباب كثيرة جداً. تأخير قسمة الميراث تؤدي إلى قطيعة الرحم. يعني ما بيقسموا، في بنات لهم أزواج بحاجة للمال، الأخوات الذكور المال بإيدهم، بأخروا القسمة بتلاقي بعد فترة صار في عداء بين الأخوات والإخوة من تأخير الميراث. وأحياناً الشراكة بين الأقارب تعمل مشكلة كبيرة جداً، هي أغلب الظن توقع بمشكلات كبيرة. على كل، هذه عبادة من أجل العبادات، مناسبتها في الأعياد والاستمرار بعد الأعياد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين،
وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير.